أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات المصرية. كفر الشيخ تم تخصيص 225 أتوبيس وسيارة ميكروباص إضافية لنقل الأهالي والطلاب. في الشرقية تم إجراء جراحات دقيقة بعد تشغيل قسم الوجه والفكين في مستشفى ديار بنجم. وفي الأيوبية تم توفير 323 فرصة عمل للشباب ومرتبات مجزية. وفي الدقهلية تم قطع الكهرباء بعدد من قرى السنبلاوين 3 ساعات، وده بسبب أعمال الصيانة. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة كفر الشيخ أكدت أنه تم الدفع ب 25 أتوبيس و 200 سيارة لنقل الأهالي وطلاب الجامعة من مراكز المحافظة للجامعة بمدينة كفر الشيخ خلال فترات الذروة لمنع الازدحام وحرصاً على سلامة ومستقبل الطلاب. وبتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الأهالي وتلبية لاحتياجات طلاب الجامعة. أكدت مديرية الصحة بالشرقية التشغيل التجريبي لقسم جراحة الوجه والفكين الجديد بمستشفى دير بنجم واستقبال الحالات به وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى في هذا التخصص بعد توفير التجهيزات الطبية اللازمة والتدريب الجيد للفرق الطبية بالقسم الجديد. وبيأتي ذلك بالتزامن مع فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي ضوء الاهتمامات البالغة من القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطنين. أعلنت مديرية العمل في الأليوبية توفير فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية اللي أعلنتها المديرية مؤخراً لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص. وبتتضمن الوظائف 323 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية في مدن بنها والعبور وشبرا الخيمة والخنكة وأبو زعبل والقناطر الخيرية. في الدقهلية أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين فصل التيار الكهربائي عن بعض المغذيات النهاردة الحد حتى الساعة 10 صباحاً، وبيأتي ذلك لأعمال الصيانة الدورية. شهدت محافظة الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر غرب المحافظة بصورة طبيعية، وانطلقت في السماء 75 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1700 سائح من حول العالم. وبتعتبر رحلات البالون الطائر اللي بيستمتع السائحون من حول العالم بيها أهم الرحلات السياحية اللي بتجذب الجميع في البر الغربي. في البحر الأحمر وصلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لوحدة قرى مدينة الشلاتين لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج والتحاليل والأشعة مجاناً على الأهالي هناك. ومن المقرر أن تختتم أعمالها بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يوم الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 أكتوبر الجاري. أعلنت محافظة أسيوط البدء في إنشاء طريق جديد يربط بين القرى الشرقية لمركزي القوصية وديروت عن طريق محور ديروت بطول 5 كيلومتر، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024-2025 وباعتماد مالي 30 مليون جنيه. محافظة الإسماعيلية أعلنت الموافقة على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين في منطقة حي أول مدينة الإسماعيلية للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة.